اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر النهارده هنتكلم على شخصيه احنا لسه متعرفين عليها جديد من مسلسل واندا فيجن وهي شخصيه مونيكا رامبو انا جات لي كومنتس كتير جدا ناس عايزين ان انا اشرح الشخصيه دي وخصوصا بعد الاخبار اللي اتقالت ان مارفل هتخليها شخصيه رئيسيه في الفيلم الجاي اللي هو ذا مارفلس مع مس مارفل ومع كابتن مارفل اللي هي كارول دانفرز كنا عملنا حلقه قبل كده اتكلمنا فيها على كابتن مارفل وحلقه تانية اتكلمنا فيها على مس مارفل النهارده الدور اللي احنا هنتكلم على مونيكا رامبو مونيكا رامبو هي شخصيه تبع مارفل كوميكس اول ظهور ليها في الكوميكس كان في شهر اغسطس سنة 1982 الكلام ده كان في العدد الانيوال ال16 من سيرة الكوميكس Amazing سبايدر مان على ايد الكاتب روجير ستيرن هي من ضمن الشخصيات اللي حملوا عباءة كابتن مارفل هي بالتحديد رقم 2 بعد مارفل اللي هو تقدم في العالم السينمائي على انه واحدة مش واحد هي تعرف بأسامي تانية كتير غير كابتن مارفل زي فوتون وزي بولسار وزي سبيكتروم هي انضمت للأفينجرز بعد كده بقيت التيم ليدر بتاعهم بعد كده انضمت لفرقة نيكست ويف وبعد كده انضمت لفرقة ألتيميتس هي اتولدت في لويزيانا، هي كانت ظابط شرطة في الميناء، في محاولة منها إنها تمنع صنع سلاح مدمر، اتضربت بطاقة إكسترا دايمنشنال. إدتها قدرات، هي ما كانتش عارفة طبيعة القدرات دي في البداية. هنتكلم عن الموضوع ده بعد كده، بس هي عرفت إنها بتعرف تحول نفسها لطاقة. الناس ابتدت تسميها كابتن مارفل. هي ما بقتش عارفة تتحكم في قدراتها. مرة كانت هتنفجر، بس اللي عرف يسيطر على الموقف كان أيرون مان وسبايدر مان. ها قررت إنها تكافح الجريمة، جيزا سينج بتاع فرقة فانتاستيك فور لها على فكره في واحد كان معاه الاسم بتاعك ده اللي هو كابتن مارفل اسمه مارفل هو لسه متوفي بقاله كام شهر قالت له ده بجد قال لها عموما ما تقلقيش هو مارفل لو كان لسه عايش ما كانش هيمانع انك تاخدي الاسم ده انا عن ذات نفسي اسمي ذا سينج وفي ناس كتير قوي في العالم برضو اسمهم ذا سينج هي بعد ما اخذت قدراتها دي بقيت ميوتيت الميوتيت دول اللي هم الناس اللي اخذوا قدرات عن طريق حادثه او عمليه هي بعد كده انضمت للأفنجرز بشكل أنها تبقى عضو تحت التمرين بعد كده أثبتت نفسها وبقيت عضو بشكل دائم ساعتها بقيت أول واحدة ست من أصل أفريقي تبقى سوبر هيرو بعد كده بقيت التيم ليدر بتاع الفريق بدلا عن زواسب هي بعد كده جات لها فتره فقدت قدراتها فسابت الافنجرز بعد كده قدراتها رجعت تاني بقيت عضو احتياطي فرقه الافنجرز بيكلموها لما يبقى في مشكله كبيره هي قررت تسيب الهويه بتاعه كابتن مارفل وسمت نفسها فوتون بعد كده جه واحد اللي هو جنيز فيل اللي هو كابتن مارفل ثلاثة قال انا عايز اسم فوتون ده قالت له يا عم خده يا عم ساعتها قررت انها تسمي نفسها بولسار وبعد فتره سابت اسم بولسار وسمت نفسها سبيكتروم طب هي إيه قدراتها هي بتعرف تحول نفسها لاي شكل من اشكال الطاقه جوه نطاق الطفل الكهرومغناطيسي بتعرف تتحكم الاشعه الكونيه ممكن نقول السينيه جاما تحت الحمراء وفوق البنفسجيه الضوء المرئي الكهرباء وموجات الراديو كمان بتعرف تخلي نفسها غير مرئيه او غير ملموسه بتعرف تعمل من نفسها هولوجرامز او اوهام بتعرف تجزا نفسها لاشكال طاقه صغيره وتتحكم فيهم كلهم بتعرف تطير بسرعه الضوء وكمان ممكن نقول عنها انها خالده ما بتكبرش في السن وبتعرف تبص الطاقه من جسمها في الشكل البشري عن طريق ايديها هي عندها قدرات قتاليه عاليه وهان تو هان ممتازه وهي محققه جامده جدا نظرا لطبيعه شغلها السابق انها كانت ضابط شرطه غير كده وكده هي عندها خبره لا باس بها في الرمايه وهي عندها قدرات قياديه يعني هي جات لها فتره كانت التيم ليدر بتاع الافنجرز زي ما احنا قلنا هي بدايتها في العالم السينمائي كان في الفيلم بتاع كابتن مارفل اللي احداثه بتدور سنه 1995 بعد كده ظهرت في مسلسل ذا فيجن اللي احداثه بتدور سنه 2023 بعد ثلاث اسابيع من احداث فيلم اند جيم عرفنا انها واحده من الناس اللي اختفوا في البلاب بتاعت سانوس ولما رجعت لقيت ان امها توفت اللي هي ماريا رامبو عرفنا جوه المسلسل ان في اضطراب في العلاقه ما بينها وما بين كابتن مارفل وهي اول لما تسمع اسمها بتتضايق وبتغير الموضوع واضح ان ممكن يكون المشكلة دي بسبب ان كابتن مارفل لما سابت الارض في التسعينات مرجعتش تاني الارض خالص ما جاتش تزورها هي ولا امها المحتضرة اللي عندها كانسر في نهاية احداث المسلسل احنا شفنا سكرال متنكرة في هيئة ظابط شرطة جاية بتقولها في حد من اصدقاء امك عايز يشوفك فبتقولها فين فبتقولها فوق في الفضاء ممكن يكون الشخص ده نيك فيوري هي ان شاء الله مونيكا رامبو هتظهر في فيلم ذا مارفلز اللي هيتعرض في شهر نوفمبر سنه 2022 وممكن جوه الفيلم ده يحصل صدام ما بينها وما بين كارول دنفرز وممكن يتخانقوا على مين فيهم اللي يشيل هويه كابتن مارفل هو الفيلم ده كان اسمه في الاول كابتن مارفل 2 بعد كده مارفل قررت انها تغير اسمه وتسميه ذا مارفلس كتاكيد منها ان الفيلم ده هيبقى من بطوله مشتركه مش بس كارول دانفرس لا ده كمان كاميلا خان ومونيكا رامبو في شات كتير قوي طلعت على الفيلم بتقولك ان ممكن ناس تانية اسمها مارفل يظهروا في الفيلم يعني في ناس قالت ان ممكن مارفل اللي هي كابتن مارفل الاولى تظهر في الفيلم بعد كده ناس تانية قالت لا ده جينيز فيل اللي هو كابتن مارفل 3 وناس تانية قالت لا ده ميس مارفل 2 او ميس مارفل 3 اللي هم شارون فينشورا او مونستون عشان ما

كارول دانفرس هي ميس مارفل الاولانيه وكمالا خان هي ميس مارفل الرابعه في اتنين في النص وبعدين في ناس تانية ابتدت تقول لا ده ممكن مارفل جيرل هي اللي تظهر اللي هي جين جري بتاعه الميوتنس كده الموضوع ابتدى يكبر اكتر واكتر وفي ناس بتقول بلو مارفل وفي ناس تانية بتقول مارفل بوي طبعا كل دي تكهنات محدش عارف مين فيهم بالفعل ممكن يظهر بس كده كا دي كانت حلقه سريعه اتكلمنا فيها على مونيكا رامبو انا عايزك دلوقتي تقول لي في الكومنتس انت متشوق لفيلم ذا مارفلز ده ولا لا هيبقى فيلم كويس ولا تعبان احنا الحلقه الجايه هنتكلم عن حاجه جديده لغاية الحلقة الجاية متنساش تعمل لايك وشير لو انت مش عامل سبسكرايب اعمل ومتنساش تضرب الجرس وكل سنة وانت طيب